الحملة الانتخابية بدأت رسميا في فنزويلا لانتخاب خليفة هوغو تشافيز يوم 14 من نيسان أبريل. ظل الرئيس السابق يهيمن على الصراع السياسي الدائر حاليا والذي بدأ قبل وفاته في الخامس من الشهر الماضي. صور تشافيز في كل مكان، بات الكوماندانتي أسطورة أكثر من أي وقت مضى. هذا صحيح، صحيح، تشافيز هو المسيح بالنسبة لنا، هو قديسنا، كل شيء بالنسبة لنا. لهؤلاء المؤيدين مرشح للرئاسة هو نيكولاس مادورو خليفة تشافيز، والذي يعتبر أن إرث تشافيز سيدوم لقرون. نافذة قصر ميرافلوريس تواجه بوابة مدفن هوغو تشافيز. كل من سيكون مسؤولا عن حكم هذه البلاد للقرون الخمس المقبلة سيشعر بعصا تشافيز أمامه في كل يوم. استطلاعات الرأي لا ترجح مرشح المعارضة هنري كابريليس، فهو يأتي متأخرا ما بين 10 إلى 20% خلف مادورو. وهو يعتبر بأن مادورو نسخة سيئة لتشافيز. المسألة تتعلق بالتغلب على المشاكل والعنف والتضخم والفقر والبطالة والمشاكل وتراجع قيمة العملة. هذه هي القضايا التي علينا أن نتغلب عليها. أيا كان الفائز بالانتخابات الرئاسية سيضطر إلى مواجهة المشاكل الرئيسية التي يعاني منها السكان، بما فيها نقص في بعض السلع الأساسية لا سيما السكر والحليب. هناك قليل من السكر والحليب والدجاج والخبز والدقيق واللحوم. انعدام الأمن أيضا مشكلة خطيرة لا سيما في كاراكاس، التي ورغم تحسن الوضع الأمني فيها خلال العقد الماضي غير أنها تبقى من أكثر العواصم خطرا. نغلق في وقت مبكر، هناك الكثير من السارقات، هم لا يسرقون فقط وإنما يقتلون الناس أيضا. تضاف إلى هذا الكثير من التحديات المتعلقة بالبنى التحتية في العاصمة وبعض المباني التي لم تعد صالحة للسكن، بالإضافة لتركز السكان بنسبة كبيرة في العاصمة كاراكاس.